جوكوفيتش. الكرة إلى الأمام الآن إلى الجهة اليمنى للوصل. قائمة ومستمرة الآن لصالح الوصل، تعود الكرة الآن للوصل وتعاد للحارس خالد السناني. بيلعبها على طول إلى الأمام. إلى خارج الملعب، رمية تماس لكيرلا بلاسترز الهندي. هذا الفريق الذي صعد إلى دوري الدرجة الثانية في ومن دوري كيرلا، والذي يتواجد في دولة الإمارات ليلعب ثلاث مباريات ودية تحضيرية أيضا للدرجة الثانية هناك في الهند. يواجه اليوم الوصل اليوم الثاني عشر، يواجه الشارجة، وبعد ذلك ختاما بشباب الأهلي في الخامس عشر من هذا الشهر. كرة من يوسف المهيري، خيمينيز، أرسل كرة إلى الأمام. خيمينيز محاولة أيضا وصلاوية، فرصة قادمة للوصل، خطيرة 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 ومتابعة من هاريس، خطيرة ومتابعة من هاريس، متابعة للكرة الماضية أيضا من هاريس الباحث عن التسجيل. هاريس الباحث عن التسجيل، والكرة إلى خارج الملعب إلى ركنية قادمة الآن لصالح الوصل. ركنية للوصل، رودريغو أوليفيرا أيضا موجود، أيضا موجود في تغيير وصلاوي آخر أيضا ما بين شوطي المباراة. رودريغو أوليفيرا صاحب الرقم 14 يتواجد أيضا. كرة إلى الأمام، يا سلام، ملعوبة في العمق لكن ما مشت الكرة، تعود الآن لكيرلا بلاسترز الهندي في وسط الملعب. ماركو كوليكوفيتش لكيرلا بلاسترز، ترسل الكرة إلى الجهة اليمنى الآن عن طريق باتا كوبار، يبحث عن التقدم أكثر لكن لم يتقدم. الآن الكرة تعاد لبرايت دايس أمامية لكوبار من جديد، لكن الكرة تحولت سهلة، ضربة مرمى للوصل، ضربة مرمى للوصل. حضور وصلاوي كبير في شوط المباراة الأول، الحضور الفني الكبير برباعية نظيفة وبتسيد مطلق تماما لمجريات الأمور في شوط المباراة الأول. كرة بتلعب أمامية أداما، ترسل كرة، تعود الآن الكرة لكيرلا بلاسترز، لكن أيضا موجود المدافع الذي يعيد الكرة لحارس مرمى. أيضا التغيير في حراسة المرمى، محمد علي، نعم، بديلا لخالد السناني. محمد علي بديلا لخالد السناني في شوط المباراة الثاني. يعني المدرب الوصلاوي ومعاه حق حقيقة، يعني يجري بعض التغييرات، يطمئن على يعني أكبر عدد من اللاعبين في هذه المواجهة الودية. حتى يعني لو ما تحدثنا عن المواجهات الودية بغض النظر عن النتيجة، ولكن أيضا في الجانب الأول أيضا الوصل، حتى يعني لو ما تحدثنا، يسيطر تماما على الأمور وبرباعية نظيفة، لذلك يجري تلك التغييرات المدرب الوصلاوي ما بين الشوطين لتجربة أكبر عدد من اللاعبين والاطمئنان على البدلاء أيضا المتواجدين لديه. تفكير سليم من المدرب الوصلاوي. الكرة الآن في وسط الملعب، السيد ميلوس ميلوفيتش، كرة الآن لهاريس، فارس خليل، تعود الكرة لعمر عبد الرحمن،
رافائيل عمر عبد الرحمن أليكس رافائيل. رافائيل يبحث عن زميل بيلعبها لعمر عبد الرحمن القائد الوصلاوي، أرسل كرة إلى الأمام، متابعة من يوسف المهيري لكن أيضا متابعة من محمد أزهر لكيرلا بلاسترز الهندي إلى الأمام. مواجهة تاريخية هي الأولى والحاضرة هنا في زعبيل في معقل الإمبراطور الوصلاوي في دانة الدنيا دبي، في هذه المواجهة الودية ما بين الوصل وضيفه كيرلا بلاسترز الهندي. الإمبراطور يحضر لما هو قادم لمباراة، حتى وإن كان قد حسم الأمور بشكل كبير بعد الانتصار العريض في مباراة الذهاب هنا بسباعية نظيفة في كأس أدب وفي مباراة الإياب في حتى في 12 من هذا الشهر. كرة لعبت أمامية للوصل وصلاوية، والكرة عن طريق رودريجو أوليفيرا لتعود الكرة الآن للوصل في وسط ملعبه عن طريق رافائيل. رافائيل والكرة إلى الأمام للوصل هاريس، ترجع الكرة الآن لبيدي أشجار لأدريان نيكولاس، قطع الكرة من جديد واستعادة الكرة من جديد للوصل أمامية بتعدي من عمر عبد الرحمن، بتابع أيضا فارس خليل لتعود الكرة الآن لكيرلا بلاسترز. نيهال سوديس إلى الأمام من فريدي، أيضا فريدي رقم 6 يعني لاعب بديل بالنسبة لكيرلا بلاسترز الهندي في شوط المباراة الثاني. فريدي كرة إلى الأمام تسديدة، ولكن حارس المرمى محمد علي يسيطر على الكرة الماضية. تصدقون يعني هذا الاختبار هو الأول بالنسبة لحارس الوصل والحارس البديل تحديدا أيضا محمد علي. خالد السناني لم يختبر أبدا في شوط المباراة الأول، دليل على عدم وصول طبعا فريق كيرلا بلاسترز الهندي وعدم تشكيلة لأي خطورة في شوط المباراة الأول. كرة من أداما ديالو، فرصة قادمة الآن للوصل، محاولة وصلاوية، فرصة خطيرة إلى الأمام، تعود الكرة تحولت لكيرلا بلاسترز، والكرة الآن للوصل من جديد من خيمينيز عمر عبد الرحمن إلى الأمام، هذه خطيرة لهاريس. هاريس حاول لكن تبعد الكرة تعود لكيرلا بلاسترز. محمد أزهر بيدي أشجار خطأ، وهنا صافرة خطأ ووجود انذار للسياكة، وجود انذار للسياكة من خلال اللقطة الماضية، الانذار للسياكة تحولت الكرة الآن لكيرلا بلاسترز، ترسل الكرة أمامية لكيرلا بلاسترز لكن تبعد من يوسف المهيري. عمر عبد الرحمن إلى الأمام الآن لكيرلا دانش فاروق، لكن تعود الكرة لدانش فاروق من جديد، لكن سياكا يا السلام على التغطية، يا السلام على هذا اللاعب المميز حقيقة اللي يعجبني حقيقة هذا اللاعب سياكا، واكتشاف وصلاوي جميل. نعم عندما نتحدث في رأيي الشخصي عن السياكا، سياكا لاعب الارتكاز المميز وصاحب التوزيعات الجميلة. الكرة تعود الآن لكيرلا بلاسترز في الجهة اليمنى، دانش فاروق من جديد، الكرة الآن لكيرلا بلاسترز، ميلوس أيضا يتواجد كلاعب بديل في خط دفاع كيرلا ميلوس. كرة إلى الأمام اللعبة الآن للوصل، فرصة وصلاوية قادمة الآن عن طريق هاريس بيلعبها لسياكا، سياكا يبحث
بيحاول ولا يزال يحتفظ، بيلعبها الآن لخيمينيز لعمر عبد الرحمن، بيلعبها على طول عرضية وهرس يبحث، وفرصة خطيرة خطيرة من هارس. هارس حاول أيضا لكن إبعاد الكرة من الحارس سفرس سوفريك يبعد الكرة الماضية إلى ركنية وصلاوية قادمة. الوصل يبحث عن التسجيل في شوط المباراة الثاني أيضا، يبحث عن التسجيل. خيمينيز على تنفيذ هذه الركنية الآن. خيمينيز على تنفيذ الركنية. خيمينيز كرة الآن للوصل، فرصة تبعد من أمام أداما ديالو، تسديدة ومتابعة من سياكا. يا سلام، الله على هدف، الله على بصمة، الله على همسة، الله على لمسة وتسديدة جميلة جدا عن طريق السياكة الفنان الوصلاوي الرائع. السياكة يأتي الآن بالهدف الوصلاوي الخامس من متابعة ومن تسديدة جميلة بعد ذلك، ليتقدم الوصل الآن بخماسية نظيفة ويذهب الإمبراطور إلى الهدف الخامس عن طريق الرائع السياكة. السياكة المالي يسجل الهدف الوصلاوي الخامس، وفي تغييرين الآن لكيرلا بلاسرت في هذه اللحظات. تغييرين وكوامي بيرا، كوامي بيرا، الكرة الآن لكيرلا بلاسترز. الوصل يسجل أول أهدافه في شوط المباراة الثاني. الشوط الأول سجل 4، الآن يسجل أول أهدافه في شوط المباراة الثاني، ليتقدم الآن بخماسية نظيفة، ليتقدم بخماسية نظيفة. الكرة إلى خارج الملعب الآن لصالح كيرلا بلاسترز الهندي، إلى ضربة ركنية قادمة الآن لكيرلا، ركنية قادمة لكيرلا بلاسترز الهندي على مرمى الوصل. هنا محاولة من خلال هذه الركنية ومحمد علي. يا سلام، هذه الكرة الأجمل لكيرلا بلاسترز في المباراة، وهذه الفرصة هي الثانية لكيرلا بلاسترز أيضا بشكل عام في المباراة. ومتى؟ في شوط المباراة الثاني، في شوط المباراة الثاني فرصتين الآن لكيرلا بلاسترز الهندي. يعني هجوميا تحسن يعني في الشوط الثاني نوعا ما، الشوط الأول ولا فرصة، تخيل ولا فرصة لكيرلا بلاسترز. الكرة الآن تعود للواصل في الجهة اليمنى، ولكن الوصل سجل في شوط المباراة الثاني. هاريس مقطوع الكرة، تعود الآن الكرة لكيرلا بلاسترز. برايد داس بريتام كوتيل، تعود الكرة للمهاجم الوصلاوي هاريس. هاريس يبحث عن المرور، يكسب خطأ للوصل، خطأ للوصل، وضربة حرة مباشرة لعبة الكرة للوصل عن طريق أليكس رافائيل. كرة الآن لفارس خليل، فارس ينطلق الآن، فارس حاول فيها فارس، لكن الكرة إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى لكيرلا بلاسترز الهندي. زيادة الغلة من الأهداف بالنسبة للإمبراطور في شوط المباراة الثاني، هدف بإمضاء رائع عن طريق السياكة، عن طريق السياكة. كرة لعبة أمامية لكيرلا بلاسترز، وجود خطأ لكيرلا بلاسترز. خطأ لكيرلا بلاسترز الهندي.
وضربة حرة مباشرة. لكيرلا بلاسترز ترسل كرة إلى الأمام تبعد من السياكة. يا سلام الشقين الدفاعي والهجومي والتسجيل بالنسبة للسياكة سي دي بي. الكرة إلى خارج الملعب الآن، رمية تماس الوصل الرابع الموسم الماضي في الدوري، يطمح لما هو أفضل في هذا الموسم بقيادة المدرب الجديد ميلوس. أوه يا هي تغييرات، 1 2 3 4 تغييرات، 4 تغييرات وصلاوية. راح نتحدث عن البدلاء، عن القادمون، عن القادمون. دانييل بيدروسو، حسن إبراهيم، سالم العزيزي، وربيع سالمين. وربيع سالمين والمغادرون يوسف المهيري، واحد من المغادرين أيضا، وخيمينيز. خيمينيز ايضا من ضمن المغادرين. جملة من التغييرات الصربي في شوط المباراة الثاني طبعا باكبر فائدة ممكنة. طبعا يستفيد اي مدرب من خلال هذه المواجهة.